نرجع بقى لأخبار منتخباتنا، ولسه مع المنتخبات الوطنية، لكن هنروح لمنتخب الكرة الشاطئية. اختار كابتن مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية قائمة أولية تضم 20 لاعب للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام في الإمارات في فبراير المقبل. ضمت القائمة الأولية لكأس العالم كل من زيزو الصباح ومحمد السيد وإبراهيم حسن ومصطفى عبده وأحمد حمدي ومصطفى سمير وإسلام أحمد ومصطفى أحمد ومصطفى علي صاصة وحسن محمد وأحمد الشحات وحسام باولو والحسيني طه وهيثم عاطف كوستا وعبد الرحمن حسن الشافعي ومحمد عبد النبي وإسماعيل بهجت وأحمد سليمان إيشا ومحمد السيد أبو المعاطي ومحمود عماد. وتحديداً القائمة النهائية للاعبين يوم 5 فبراير إن شاء الله، يعني طبقاً لتعليمات الاتحاد الدولي. وأسفرت القرعة طبعاً بطولة كأس العالم اللي هتقام في الإمارات في فبراير المقبل عن وجود منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة اللي هتواجه طبعاً فيها إيطاليا والإمارات وأمريكا. وتأهل منتخب مصر لأول مرة في نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية اللي أقيمت في موزمبيق العام الماضي. أنا بس عايز أعلق على اسم واحد من كل دول، حسام باولو. حسام باولو يا جماعة، حسام باولو ده كان هداف الدوري مرتين، مرة مع الداخلية ومرة مع سموحة، وبدأ حياته لاعب كرة طايرة، ودلوقتي هيلعب كأس العالم مع منتخب مصر الكرة الشاطئية، وبدأ في الدوري الممتاز بسن كبير جدا، يعني بدأ في الثلاثينات ولعب كأس الأمم بالكرة الشاطئية ووصل للنهائي قدام السنغال. الحقيقة ظاهرة تستحق الدراسة، وبحييه على الشغف اللي عنده تجاه الرياضة، وهو كان من نجوم منتخب مصر للكرة الشاطئية اللي وصلت للنهائي زي ما قلت لحضراتكم في أمم أفريقيا أمام السنغال. بالتوفيق لمنتخب مصر للكرة الشاطئية.